السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد SSB. بقدم لكم اليوم شرح بسيط بس مهم جدا جدا جدا. فكرة الفيديو كيف تعمل احتياطاتك الأولية بحيث لو لا قدر الله نسيت الجوال في مكان أو اتسرق الجوال تقدر تتعامل مع الجوال، سواء أنك تعمل له تراك وتراكينج وتحصل الجوال او انك تفرمت الجوال بالكامل. ففي نقاط رئيسية لازم اتكلم عنها. اول شيء قفل الشاشة لازم يتغير. قفل الرئيسي حق سامسونج لازم يختلف، اللي هو هذا القفل لازم يتغير. فعشان نغيره ندخل لابليكيشن بعدين سيتنج دين نروح سيكوريتي دين سكرين لوك. اختار اي قفل للشاشة ما عدا نان وسلايد. ففي الافضلية او اللي استخدمه انا هو باترين. فكرة الباترين انك ترسم رسمة في الشاشة ويفتح القفل. ف يفضل تكون رسمة معقدة او متوسطة، ما تكون سهلة بالطريقة هذه. يعني هذه سهلة جدا. فكمثال يعني هذه احد الرسمات بالطريقة دي. بعد ما تعمل الرسمة اضغط continue، عيد الرسمة من جديد، اكد الرسمة، بعدين اضغط confirm. فزي ما نشوف الحين قفل الشاشة تغير معانا. هذه أفضل طريقة. الشيء الثاني هذه اختيارية، زي ما انتم ملاحظين لما أرسم على الشاشة حتبان معاي الخطوط، أنا ما أبغاها تظهر. فعشان ما أخليها تظهر ندخل لسيكوريتي من جديد، ابلكيشن سيتنج بعدين سيكوريتي، تلقى ميك باترين فيزيبل، شيل علامة الصح منها. فشوف الحين لما نضع الباسورد ما يبان الخطوط معي. طيب هذه أول خطوة لازم تعملها. الخطوة الثانية لازم تعمل حساب في سامسونج. فاحنا في السيتنج ادخل اكاونت اند سينك، بعدين اد اكاونت، بعدين اختار سامسونج. اذا عندك حساب اضغط ساين ان، اذا ما عندك سجل حساب جديد. فتسجيل حساب ساين اب، بعدين اي اكسبت، بعدين اجري، حط الايميل والباسورد واكد الباسورد، بعدين اضغط ساين اب. ف انا مسجل الحساب اوريدي، ف اد اكاونت سامسونج ساين ان. هذه ساين ان، الحين يعمل ساين ان او تسجيل دخول. الحين سجلنا في سامسونج. بعد ما تسجل في سامسونج ادخل للسيكوريتي من جديد، انزل اند فايند ماي موبايل، اضغط على سيم تشينج الارت. ايش فائدة الخاصية هذه؟ فاول شيء يقول لك حط الباسورد، نضع الباسورد دقيقة. الحين وضعنا الباسورد، فالحين سجلنا الباسورد، نضغط على alert message recipient. فبعد ما نضغط عليه
نضع الباسورد دقيقة. بعد ما نضع الباسورد نضغط على confirm. طيب الحين بعد ما دخلنا الباسورد هنا الرسالة كتبتها من أول هذا سارق الجوال، بإمكانك تضع أي رسالة تبغاها ومن خلال المتصلين الأيقونة دي يذهب للمتصلين عندك، أو إذا عندك الرقم حافظه أكتب الرقم على طول. بإمكانك تضع 5 أرقام محلية أو دولية بكيفك. فكرتها الحين لو غيرت الشريحة شريحة رقم ثاني تلقائيا الناس اللي وضعت أرقامهم هنا حيستلموا رسالة من الشريحة الجديدة، نص الرسالة هذا سارق الجوال ورقم المرسل رقم الحرامي أو رقم الشريحة الثانية، وفقط أضغط دن كنتري. اوكي دون. اوكي الحين بعد ما خلصنا من الاعدادات الاوليه للجوال نروح لصفحه سامسونج اكاونت، رابط الموقع زي ما انتم شايفينه، نذهب الى ساين ان هنا، نضغط على ساين ان، بعدين تجينا الصفحة هذه نضع الباسورد الايميل والباسورد، نضغط على ساين ان. الحين دخلنا الموقع، بعد ما ندخل ننزل تحت عند فايند ماي موبايل هذه، نضغط على فايند ماي موبايل، نفتح لنا صفحة جديدة، نضغط على لوج ان، حجينا الصفحة بهذا الشكل. نشرح لكم الصفحة. أول شيء هذه تراك ماي موبايل، الصفحة دي تشوف هنا في find my mobile start tracking، طبعا في حالة ان الجوال لازم يكون متصل بالانترنت، فمجرد تضغط على find my mobile تلاحظ في الجوال، شوف الخانة فوق هذه علامة التزامن حقت سامسونج. فدقيقة راحت العلامة قبل شوية وجانا searching for GPS، طبعا بحكم اني داخل البيت فلا يمكن انه يلقط GPS، بس لو في الشارع في منطقة مفتوحة حيظهر في الموقع عندك هنا مكانك على الخريطة. الشيء الثاني start tracking، الظاهر حيعلق هنا start tracking زي ما هو باين هنا، في start بعدين 3 hours 6 h 6 hours 9 hours 12 hours. ففكرتها انه يديك الجوال خلال 12 ساعة فين كان موقع الجوال، هذه هي الفكرة. الشيء الثاني اللي ابغى اتكلم عنه lock my phone، فالخانة هذه فكرتها انك تضع تحط رسالة تبان في الشاشة، فأي واحد يكون مع الجوال مثلا نسيته في مطعم يشوف الرسالة مكتوب مثلا نسيت الجوال وهذا رقم جوال يتصل عليه فيتصل عليك، أو إذا تبغى يبان ما يقدر يستخدم الجوال إلا الرقم واحد معين، فمثلا تحط رقمك الثاني او رقم صاحبك رقم البيت اي رقم، حط رقم الجوال هنا فيكون ما يقدر يستخدم الجوال نهائيا، يقدر فقط يا انه يتصل على الرقم ده اللي تضعه هنا
او حيكون اتصال emergency call، اتصال طوارئ. بعد كذا لازم تحط رقم سري، طبعا رقم سري زي رقم الشريحة، فمثلا 1 2 3 4، طبعا نحط رقم صعب معقد. فانا حسيب الرسالة هذه اللي فوق زي ما هي، هنا بضع رقم اي رقم جوال 01725. وبضغط على لوك. الحين زي ما انتم شايفين connected to your mobile، ف success. الحين لاحظ في الجوال، في الجوال ما حيظهر له الا الرسالة هذه، الرسالة اللي حطيتها في الموقع هذه، وين رقم الجوال اللي انت وضعته، وبالاسفل في emergency call اتصال طوارئ وانلوك. طبعا انلوك ما حيفتح الا بالرقم السري اللي انت وضعته. طبعا حالتنا انا وضعت 1 2 3 4، قل له اوكي. الحين فتح الجوال. هذه فكرتها، ما يقدر يستخدم الجوال الا لما يقدر فقط انه يتصل على الرقم، او حتعلق الشاشة معاه زي كذا. الامر الثاني او الثالث، رينج ماي موبايل. هنا فكرتها انك تضغط على رينج جوالك مثلا الصامت، ف مجرد تضغط هنا لاحظ على طول يتصل ستوب. الخطوة اللي بعدها كول مسجز فوردن. هنا اذا عندك الجوال مثلا نسيته في البيت، ما نقول في مطعم، نسيته في البيت، ف كول فورورد تعمل تحويل للمكالمات او تحويل للرسائل. اي مكالمه تجيك يحول لك المكالمه على رقم المكتب ولا رقم جوال تاني. نفس الشيء تحت تحويل الرسائل، ما يبغى له شرح كثير. كول لوج اللي هي اخر اتصالات. هنا هذا الموضوع الرئيسي حقنا، وايب اوت ماي داتا. في حال انه ما نفع معاك اي طريقة من الطرق الثانية دي، او خلاص تبغى تفرمت الجوال، اضغط على وايب اوت ماي موبايل. بعدين يقول لك هنا اضغط على اي اجري، بعدين حط هنا رقم الباسورد او الباسورد اللي سجلته في الموقع، بعدين اضغط على وايب اوت. طبعا لا يمكن ان اسويها في فرمة الجوال عندي. الاخيرة هذه انلوك سكرين. طبعا فكرتها اذا جوالك مقفل الشاشة حقه فيفتح لك هي كذا. باذن الله كون خلصت الشرح، استفدتوا من الفيديو. لا تنسوني من اللايكات والفيفوريت. السلام عليكم.